هل يجوز للمرأة المطلقة أن تطلب من القاضي نفقة الولد والحضانة والسكن إذا امتنع زوجها عن الدفع؟ هذا خصومة لها حق المطالبة عند القاضي، تقيم الدعوة عليه والقاضي يحضره وينظر حجته ثم يحكم بينهم بما أنزل الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم عملية زرع الشعر في رأس الرجال؟ ما أعرف هذا، ما أدري عنه، هذا يحتاج إلى تثبت وإلى سؤال الأطباء ومعرفة السبب الذي من أجله يزرع الشعر في رأسه، لازم من معرفة هذا وسؤال الأطباء. نعم.